شاء الله. معانا أستاذة مي. ألو، أيوة حضرتك، أهلا السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام يا السلام أستاذة مي، وبركاته. اتفضلي. بقول لحضرتك، ما عايزة أكلمك بالدراسة. ما حضرتك؟ بقول لحضرتك كده، في واحد ظلم حد وغني لا أنا مش سامعيني، الصوت. مش سامعيني يا مي بقول معلش. لحضرتك، لو واحد خلى أخوه يطلق مراته وقال له لأ طلقها، وغصب عنه خلاه يطلقها وكده. تمام، غصب عنه خلاه يطلقها فجأة كده ولا في أي حاجة ايوه، يعني؟ لا حصل مشكلة، كان مثلا قال لي ما تدخليش واحدة البيت وكده، وانا ما كنتش اعرف انها تعمل حاجة، ودخلت وخدرتني وسرقت يعني حصلت مشكلة كبيرة، فالأخ يعني أشار على أخوه إن هو يطلق مراته لا طلقها هي. وطلقها فعلا. ايوه، كان حتى يقول له لا انا مش عايزة اطلقها، واولادي وكده، قال له لا يا انا يا مراتك يا. أو هو ليه سلطة عليه يعني، في بينهم حاجات مادية أو كده فمسكه من حاجة معينة يعني ايوه ولا إيه؟ ايوه يعني ايه، انت مش هيبقى لك فلوس عندنا، مش هيبقى لك حاجة عندنا، آه يعني 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 أصر يا عليه مراته. إن هو يطلقها. طيب سؤال إيه بالظبط يا أستاذة مي؟ يعني عايز اعرف حكم الدين في الحاجات في دي. حكم الدين إيه؟ طيب لجأتي لحد من الأهل يعني، وهو مفيش غير الأخ بس، مفيش حد من الأهل تدخل؟ كتير، حتى والدته لا ما طلقهاش، دي كويسة، ايه عملت ايه، هي اتظلمت وكده. والزوج ما سمعش الكلام غير أخوه وطلقها فعلا. طيب هنرد على حضرتك. حاضر. سبحان الله، الحياة مليانة قصص عجيبة طبعا طبعا، ومصايب سبحان وفتن. الله، طبعا طبعا فتن، احنا في النهاية بناخد على عهدة المتصل، لأن بس العهد الحقائق على الراوي. مهما حصل بالظبط مش بنبقى ملمين أبدا بباقي طبعا طبعا، القصة. العهد على الراوي. فهي سؤالها دلوقتي حكم اللي يجبر حد على يطلق حد، لكن ما اعرفش هو تفاصيل. السؤال، هل هي دي طلقة بائنة؟ يعني دي طلقة تالتة ما فيهاش رجعة؟ ما هي لو طلقة بائنة خلاص، لكن لو فيه، ربنا ادانا الروجيتا العلاجية، قال حكم من اهله وحكم من اهله. لو الاثنين ده رايحين وفي نيتهم الصلح هيتم الصلح، ما فيش حاجة اسمها طلق كده. يعني الطلاق ده ربنا لو اخذنا منهم ميثاقا غليظ، من قدسية الحياة الزوجية ربنا جعلها بعد خلق السماوات والارض، فما اقدرش اقول طلاق كده، ده كلمة الطلاق بيهتز لها عرش الرحمن. فطبعا هي بتتكلم باسترسال، لكن أنا هقول إن واحد يقول لواحد طلق مراته يقول له حاضر، يعني الكلام ده إيه؟ هي واضح هي انه مش ماسك كوباية عليه شاي يعني؟ حاجه، او في سلطه مأثر عليه بحاجه، فهو بيقول انا مش عايزه اطلقها بس اضطريت، إذا بمعنى استشعرت الكلام. المرأة بالظلم لازم تدافع عن حقها. إحنا عندنا أول محامية في الإسلام سيدة خولة بنت ثعلبة، لما راحت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس بن الصام، والنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أول، كان عندهم الظهار ما كانش فيه طلاق، هي دفعت عن بيتها قالت له إيه؟ قالت له أكل شبابي ونصرت له ما في بطني ولي منهم عيال، إن تركتهم إلي جاعوا وإن تركهم إلي ضاعوا. طيب أنا هعمل إيه؟ دي قضية إيه؟ أول قضية في الإسلام في قضية الطلاق. هل هي استسلمت ومشيت؟ ده فضلت واقفة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش غير فيه حكم الظهار، ان هو خلاص انت عليا كظهر امي، وفضل تتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت عليه كظهر امه. راحت عامله ايه بقى السيده خوله؟ قالت له يا الله اشتكي، تشتكي ربنا، اشتكي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا جايه وعايزه حل، عايزه ارجع بيتي، عايزه اكمل الدفء الاسري مع زوجي ومع اولادي، وعلى الرغم ان هو قال لا انت عليا كظهر امي، ما مشيتش الا ان ربنا سبحانه وتعالى انزل حكم من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فاحنا ما ناخدش الامور كده وطلقنا. طب سلام عليكم، فين بيتي؟ فين الحياه؟ فين الحياه اللي انا، فين ولادي اللي بيني وبينه؟ ازاي اسكت كده واستسلم وانا مظلومه؟ لا طبعا، هي على قد ما تقدر تجيب والدتها، اخوها، عمها، خالها، اقرب الناس ليها، ويقعدوا في قعده اسريه ويشوفوا الحق على مين. ومش من الصعب ابدا انها ترجع بيتها، هي طالما متمسكه تستعين بالله بقى في الاستعانه اهو بالدعاء والصلاه واللجوء الى الله والاعتصام بالله، مع الاخذ بالاسباب ان يروح الحكم من اهله وحكم من اهلها، لكن مش بكل سهوله اقول مش انا اتطلقت. يعني بالبساطة. هي كلام طبعا بالظبط زي ما دكتورة راوية قالت يا أستاذة مي، طبعا احنا في النهاية هنقولك احنا مش عارفين التفاصيل ولا خبايا الأمور، إن ساعات بالذات المواضيع اللي هي فيها طلاق وفيها نعم مشاكل أسرية بتبقى عايزة قاعدة أكتر، احنا بس بنقول عناوين رئيسية، لكن التفاصيل علشان نعرف أسباب المشكلة بتبقى عايزة تبقى فعلا طبعا استشارة شخصية أكتر. كلام بتبقى بالظبط، جلسة وربنا يا رب يعمل الخير. بس إن هو شاء العنوان الله. الرئيسي ما نضحيش بالأسرة بالبساطة دي بالظبط كده، وتبذل قصارى مجهودها، وإن شاء الله ترجع بيتها تاني وتعيش آمنة مطمئنة إن شاء الله. ويهدلها يا رب آمين زوجها يا إن رب شاء الله. العالمين. لما نيجي نتكلم عن الحكمة من تنوع المشاعر وتقلب الإنسان في المشاعر، في معرفة الله، وده اللي حضرتك جاوبت لنا عليه، والحاجة تانية الإنسان أصلا يتعرف على نفسه ويتعرف على حقيقته وصفاته. أنا هتعرف على حقيقتي في المواقف، هي المواقف. وكتير قالوا
المواقف مشاعر والمشاعر مواقف. انا هعرف قربي من ربنا وبعدي من ربنا بالموقف اللي انا هتحط فيه، هو الابتلاء اكتر حاجه هتحط فيها هي الابتلاء. هل الابتلاء ده هيزيدني قربا من الله ولا هيزيدني بعدا؟ وربنا ذكر لنا قالوا من الناس من يعبد الله على ايه؟ حرف. كده يعني اول ما تحصل الابتلاء طب مانيش رايح ومش مصلي. وفي ناس كل ما زاد الابتلاء زاد القرب والود والانس بالله سبحانه وتعالى. هندي بس مثال صغير كده، امراه فرعون هي كانت بتعمل عايشه في كل النعيم المقيم، ولكن ربنا جعل قلبها معلق بيه فتركت كل ده وبدات تناجي ربنا سبحانه وتعالى في الظلمات، وفرعون يقفل عليها كل الابواب وتقول لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اذكر بها ربي، لا اله الا الله ادخل بها قبري. وربنا ضرب لنا بها مثل في القران الكريم. ايه اللي غير مشاعرها؟ هي حبت قربت من تقرب اليها شبرا، هي ربنا غرس في قلبها هذا الحب وراى ان هذا القلب صادق عايز يحب ربنا، فربنا قربها مسافات. وطالما ضرب لنا بها مثل يبقى خلاص بني لها البيت في الجنه. ده مثال بسيط جدا جدا اني اعرف من خلاله انا مع الحق ولا انا ضد الحق. المشاعر بتتغير صحيح حسب المواقف لما الانسان يبتلى في حياته، وطبعا ما اكثر الابتلاءات وما اكثر الفتن دلوقتي. انا هعمل ايه لما يحصل الابتلاء؟ اول حاجه الصبر، وبعدين هتحلى بالصبر الجميل. ايه اللي هيعني؟ الاستعانه بالله، هستعين بالله على هذا الامر. هقوم بالليل اصلي لله ركعتين اقول له يا رب هذا الابتلاء هو من الله ولكن انا راضيه بهذا الابتلاء، واقوم اصلي رغم ان انا قلبي بيقطر دم وتعبانه ومتضايقه وعندي وعندي هموم، ولكن قيام بقى بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع. انا بدعي ربنا انه يرفع هذا الامر عني، فربنا ينادي الملائكه ما حمل عبدي على هذا؟ ما انا تعبانه. يقول له يا رب خوفته من شيء فخافك، ورجوته من شيء فارتجاك. انا خايفه من حاجه ضايقاني ونفسي ربنا يكشف عنا هذا الامر، فربنا يقول لهم ايه؟ اشهدكم يا ملائكتي اني امنته مما يخاف واعطيته ما يرجو. بايه؟ بحسن الظن بالقرب. فانا الترمومتري، انا ترمومتري نفسي، انا بشوف انا بقرب ولا ببعد؟ مشاعري بتتقلب وبتتغير، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لي الطريق اللي قرب منه لله سبحانه وتعالى. هو ليه ربنا قال طريق مستقيم؟ لانه اقرب حاجه الى اي طريق، اقرب حاجه فيه الطريق المستقيم، اقرب حاجه للوصول. ففتح لنا هذا الباب، من تقرب الي شبرا تقربت له، وقال ربكم ادعوني واذا سالك عبادي عني امن يجيب المضطر. كل دي مشاعر بتتغير جوه الانسان، بس احدد طريقي واستعين بالله. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتورة راوية. ده بيخلينا نلخص الفكرة دي في إن الإنسان بيتقلب في المشاعر. نعم. طول الوقت. نعم. لكن العبرة فهو هيختار أنهي طريق. نعم. لو اختار طريق أهوائه وإنه يعالج تقلب المشاعر دي بأهوائه، فهيتحول الغضب لغل لكره. هيتحول الحب المشاعر اللي بنشوفها لطيفة وجميلة لتعلق سلبي مرضي يمرض الإنسان. هنلاقي إن القلب السليم بيتحول مع الوقت القلب مريض بأمراض القلوب. نعم. لأنه اختار هوى نفسه في معالجة تقلبات مشاعره. نعم. فكون الطريق التاني هو طريق منهج ربنا والكتالوج اللي ربنا قايل لنا عليه ازاي نمشي على كل خطوه لما نتعرض للمشاعر دي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء لهم يا مثبت القلوب، هو كان اعلم بتقلبات هذه القلوب، علشان كده كان دايما دعاء النبي اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي علشان تظل المشاعر معلقه بالله سبحانه وتعالى.